انه تكون واحد الالتفاته للفنانه خديجه البيضاويه، يعني على الاقل باش تحس هي بالوجود ديالها وتحس هي انها كاينه، لان الفنان في حاجه الى الدعم المادي في وقت الحاجه والى الدعم المعنوي، والدعم المعنوي تيلعب واحد الدور كبير بالنسبه للفنان. انا كنطلب لها الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وكنقول لها الصبر جميل، الصبر جميل، والله يشافيها والله يشوف من حالها، واذا قدر انني اعمل شي حاجه فانا على راسي وعيني.